لو سمحت يا شيخ، أنا عندي طفل ابني معاق. الله يعافيه يا رب. اللهم آمين يا رب. فهو سنه 10 سنين تقريبا، دخل 10 سنين، لكن عقله 5 سنين. فأنا أتعامل معاه على عقله، هو كده أنا علي اسم؟ ليس عليك اسم، تعاملي معه يعني في الصلاة وفي الصوم وفي الحاجات دي على قدر فهمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لاني اخذته معايا يعني باخده معايا دار التحفيظ، والبنات قالوا لي لا ما عادش تجيبيه وبقى 10 سنين. فقلت لهم يا جماعه اتعاملوا معاه على عقله. هو مميز؟ لا هو عقله 5 سنين وبيتعامل بالطريقه دي، مش فاهم. لا الله قال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء غير تقييد بالسن.